أحمد شاب صومالي أحب رياضة التايكواندو فشد الرحالة إلى إثيوبيا حيث خضع على مدى 7 سنوات لتدريبات مكثفة في إجادة هذه الرياضة فحصد خلالها جوائز مختلفة. حاليا يشرف أحمد على تدريب عشرات من عشاق رياضة التايكواندو. هذا المركز نتوله الحكومة الصومالية أي اهتمام، ويؤكد هؤلاء أنه بحاجة إلى دعم حكومي لتطوير مهاراتهم الرياضية. waxaan wadankaas ugu umid wax kasta oo maro dhib iyo dheef in ardayda Soomaaliyeed oo hadda garoonka ay la joogo ay wax ka soo saaro diyaarintii qaranka national team-ki Soomaaliya aniga iyo olympic-ada iyo dadka dhan inaas ka wada kaashano aniga qaybteed waa macallinimo inaan macallin ويقبل الشباب على تعلم هذه الرياضة من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية أو الاستعداد للمشاركة في بطولات رسمية، حيث حقق المنتخب الوطني ميدالية فضية وبرونزيتين في البطولة العربية التي احتضنتها تونس العام الماضي. بربركي وحوين بنوجست محاجر ده ماله أجوا وين وحكو برنين سيد استاديو مقدشو هول وين أن كل هين أو غلب والبو لأن يرد لقطة وبراي ومعلمين أجنبيين أن هاي سنة أو عن نصينا يان أنا عيار تودني هذا أنا إن لا هنسوي فيا إن أنا ما أرد قلب كي يوحك استين تاني هلا أنا أدون كلا ترتنلا يان ديار ونهاي هذا كورنا معناه ضد بنا وقيب قلي. وقد عانى قطاع الرياضة في الصومال تدهورا حادا بسبب الفوضى الأمنية في السنوات الماضية، إلا أن العودة الطبيعية للأنشطة الرياضية أعادت الأمل المفقود لدى هؤلاء، وكلهم أمل في أن يحققوا مراكز متقدمة في البطولات المقبلة. بين الهواية والاحتراف في هذه الرياضة وبين الحفاظ على اللياقة البدنية تستعيد لعبة التايكواندو روادها الذين غيبهم المشهد الأمني عن هوايتهم المعتادة، لكن قسوة الزمان لم تضل عليهم فعادت التايكواندو وعادوا معها. شفيع محمد، مقدشو، الميادين. يود أو يود نعيه.